حقيقة لقد أقدم الجرحى على أول خطوة تتسم بمدنية والتصرف الحضاري اللائق بما ضحوا من أجله. وكما كانوا سباقين في ساحة الثورة، هم كذلك مثلاً يحتذى به بدأبهم للحصول على حقوقهم، بدءاً باعتصاماتهم السلمية في منصة الثورة وعلى ساحاتها، وانتهاءاً بطرح قضيتهم أمام القضاء. الآن معنا كلمة عميد الثورة المناضل بسام الأكحلي، وبسبب سوء حالته الصحية لم يستطع الحضور، لذا نستمع إلى كلمته مسجلة. ونقمت في بيوتنا على الكويت الجامعي، وعندئذ سويت بعض الفحوصات سبب الإصابة، حتى أن أظهر التشخيص أن سلت بطرف نائي رصاصة دخلت من أسفل النعل عبر الترقوة أسفل الرقبة، وضربت الظفيرة العصبية لليد اليسرى، ومرت على الرئتين وضربت الرئتين، ومرت على العمود الفقري ومزقت جزء من الحبل الشوكي، حتى أننا في حين أصبت بشلل صغيا، وأصبت في حين بشلل اليد اليسرى والتي لا زالت لحد الآن، وأصبت في نفس الوقت نزيف الحاد في الرئة، وتفتت عظمي في الفقر الرابعة في العمود الفقري. وبعدها ظليت في مستشفى الكويت أسوي بعض الفحوصات والعلاجات الخفيفة، حتى أنهم سويت علاجات مجرحة خفيفة لمدخل ومخرج الرصاصة، وظليت 3 أشهر دون ثم رحت إلى مستشفى الثورة الجامعي مستشفى الثورة لسوي بعض الفحوصات بشأن التهابات البول الحادة التي أرهقتنا كثيرا والتي لا زالت لحد الآن مسيطرة علي، وحتى أننا تعبتنا كثيرا لم استطيع اثرتنا كثيرا حتى ان نقلت الى مستشفى الثوره لعلاج التهابات البول الحاده، وبعدها قرروا سفري الى الصين، فسافرت الى الصين جمال المتغرب ولا أنسى له الفضل. وعندما سافرت إلى الصين وسويت 4 خلايا جلدية، وعندما رجعت إلى الصين ظليت أعاني كثيرا من آلام والتهاب البول، التهابات البول الحادة، وكذلك وكذلك الألم الفقري الرابع في العمود الفقري، وكذلك حدث لي تقرحات شديدة تقرحات الفراش، حتى أن منذ سنة وأخواني يرسلون الملفات إلى كل الجهات الحكومية بحثا عن من يدعمنا للعلاج، وبحثا من يقوم بمساندتي كجريح وكجريح يتألم ليلا ونهارا، حتى انه وصل هدفه وكل مطالبه، وان يعيش الشعب اليمني عيشة كريمة وعيشة مستقرة وآمنة، وأن يتقدم اليمن وأن نبني يمن جديدا وسعيدا وخالي كل الفاسدين والظلمة، وأن نبني يمن جديدا ديمقراطيا دولة نظام
دور القانون، دولة الحريات، دولة الأمن الاستقرار مشكلة. وفي الأخير لا يسعدني أن أقول النصر للثورة السنية الشبابية والخروج الشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين يعانون ويتألمون والذين دفعوا أرواحهم من أجل هذا الوطن.